فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا سمعت الأذان عن طريق الإذاعة وكان هذا الأذان من الحرم مباشر وأنا في الرياض، فهل يشرع أن أردد خلف المؤذن؟ لا بأس يا أخي، هذا ذكر لله عز وجل سواء من الحرم أو من غيره. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.